وكنت كنت في دوار مخالف جامعة خميسات الشاوية. كنقرا دابا في جذع مشارك ولا 90 بعيد من هنا بشي 17 كيلومتر. كنمشي في الصباح في العشية بحال كنجي البيكالا ايام الشوارك ما كنجيش بحال الايام ديال الشتا ما كنجيش الا ما كاين لا ترونسبور لا والو ولا ما عندي لا داخلي لا ترونسبور. ملي تبعتي من الداخلي ما قبلونيش قال لي عامر وادي كاينه دار طالب خاوي ومزدود ما كيستافد منه حتى واحد. كنتي خاوله من داو نسكن في دوار ولاد فقيره. كنفيق مع الخمسه ديال الصباح كنوض كنمشي عند الخطاف كدينا للمدرسه بعيده علينا ب 15 كيلومتر. من جيت للداخليه قالوا لي سيري تسناي بلاتي وعنات وراك عارف بنت كي غديرها ما كتصيفط راه كتخاف عليها. راه جيت عمني وبقيت معها حتى عييت ومشيت تقريبا مع الخمسه باش يجي داك السيد اللي كيرت عنها طالبين. واخا هو في نفس الوقت كان خلصوا ولكن واحد كان يهزنا في الاول ملي بقاو ثلاثه خلانا عاد عطينا لواحد الدري اخر ما كاينش. من جيت الجامعه ما الطرونسبور ما كاينش. من جيت المنحه ما كايناش دار الطالب مسدوده هو الغالب هادشي لك. الدار الطالب اللي تاسست في 2008 وبدات الاشتغال بها بناتها المبادره التنميه البشريه وتوقفت في 2014 من اجل الاصلاحات. سمعنا بانه الاصلاحات اللي دار فيها اكثر من 16 مليون وسمعنا بان الدراسه ديالها دارت اكثر من 14 مليون على حسب ما قال لنا رئيس الجمعيه في اجتماع حبي. وعاد ثاني كتحبس في 2019 لماذا ما فهمناش. قال لك ربما خبره ان اهل السقوط. السؤال كنتسائلوا عليه هاد الدار الطالب اللي كتضم 8 الطاقه الاستيعابيه ديالها 86 طفل وكتبلغ الطاقه الاستيعابيه كتوصل حتى 120 حتى 150 لتحديد لتخفيف من الهدر المدرسي وخاصه في الفتيات في الصنف الفتيات كتقوم بواحد المهام جليله جدا. تسدات ما عرفناش علاش وما كايناش النيه ولا ما كاينش ما فهمناش علاش ما حاولوش يصلحوها في اسرع وقت باش تقدم الخدمات. بالنسبه للاسباب اللي خلاتها تغلقات هو وقع فيها واحد الشق اللي هو خطير بمعنى دوك الطلبه ولاو مهددين. لهذا رئيس الجمعيه كتب رساله للتعاون الوطني والسيد العامل من بعد ما خرج مكتب دراسات يعني عاين الحاله. كانت رساله من السيد العامل باش هذيك المقر خاصو يتسد المده ديال سنتين. لحد الان كنتسنى ومازال ما كاين شي حل غير هو الحل اللي دار هو رئيس الجمعيه حاول هذوك الوليدات باش ما يضيعوش هما والموظفين اللي خدامين تما حولهم لدار جمعيه. كاين شي جمعيه تابعه ربما هو الرئيس ديالها ديك 80 اللي كان ديال الطلبه راه حولهم تما. لحد الان الامور عاديه. طب بحال انا العام اللي فات سقطت ما نجحتش ما بقيتش كنجي في ايام الشتا وديك ما جيتش ما كنجيش مده شي شهرين ولا ثلاثه دازوا عليا الفروض والامتحانات وما نجح. بحال في الصيف نمشي في رجب البيكاله في ايام ديال الشتا ما يمكنش تجي كي غدير تجي وما كاينش ترونسبور ما كاينش المركب ما يمكنش تجي. كاين بزاف ديال الدراري اللي كيمشيو يجيو معايا بحال كوب بيكاله وين كاين الدراري القاطع ما بقاوش كيجيو بسبب ما كاينش الامكانيات. ايوا كل ما كانش غنخرج لحد الان الا ما جبرش لي الطونسبور ولا شي حاجه غنخرج اقرب وقت. واش الدري كي غندير له 20 درهم في النهار ولا 25 درهم من غير الماكله ديالها الحاله ضعيفه شويه على قد الحال الحمد لله صح. واش الا طلع ما نساوش منطقة ولاد سعيد راه كتشد من بولعوان حتى الدخلة ديال السطات. راه كاين التلميذة اللي كتجي 25 كيلومتر هذا خصو يكون عارفين المشاهدين. هاد 25 كيلومتر جي التلميذة ما يمكنش غادي الترونسبور غادي يديها الصباح ويجيبها عشية أبدا. كاين حلين عند الآباء إما غادي يسكنوهم في بيوتها وهاد البيوتها ما مأهلينش كاينين البرارك وشحال قدهم كاع يستقبلوا. واش عندنا البرارك اللي غادي يستقبلوا 120 تلميذ غنوليو دور الصحفيح. الحاجة الثانية الاباء الخيار الثاني هو غادي يخلي بنته في الدار تسرح ليه البهيم وهذا كاع المجهودات ديال الدوله اللي دارتها وزاره التعليم والجمعيات والمدنيه والحقوقيه ما غنوصلوش للهدف ديالنا. حيت بالنسبه للطلبه انا ما عرفتش الطلبه اللي التحقوا لي ما التحقوش غير انا اللي في زعما اللي في خباري هو راه السيد العامل دار واحد 400 سرير في الداخليه بمعنى في الثانويه اللي غادي تحل هذا المشكل راها موجوده كوفيد وهذه يعني طالبهم تكون 50% هي اللي خاصها تكون. ربما هذه من بين الاسباب اللي خلات وكاين النقل المدرسي اليوم ثلاثه ديال السيارات راهم خدامين. انا هذا الامر ديال شي حد لاقي مشكل ما في باليش. واه
وكنطلبوا لها الدري، حنا بغينا منحه ما جابش لها ديال الدوله، باقي ما قال لك حاله انتظار. دار الطالي مسدوده، الترونسبورت هو ما كاين، ديال الجماعه ما كاين، وراه كتحس تقريبا بالظلم. كاين دراري هي في النتيجه احسن منهم، جاها البورس خرجت لي من المنحه، وهي احسن منهم ما خرجت ليها مناش الله يعلم. لكن دار الطالب تخليه تقريبا، الا كان لي الاستقرار في دار الطالب راه نقدر نخليه. واخا انت باني على امل، الا بغى الله سبحانه وتعالى كون ما باني، راه هي بغات. ما انا كنت باغي نقول لها تجي تجلسي، هي باغا تقرا. لا شي لا الله خويا، انت باغا تقرا؟ اه انا باغا نقرا، وبغيت الناس يعاونوني، بغيت دار طالبات تحلو. دابا تحلت الدار الطالبات تكون مزيان. المطلب اليوم اسائل السيد العامل واسائل رئيس الجماعه، لماذا هذه الدار الطالبه مقلقه منذ سنتين ولم يتم ترميم ولم يتم اي ايضاحات في الموضوع؟ هذا الاغلاق ترتب عليه انه دابا حنا الدخل المدرسي راه حنا تجاوزت اكثر من 20 يوم باش الناس وليدات خصهم يمشيو يقراو، كاين عندنا لائحه انتظار الاستقبال ديال الطلبه والطالبات باش يكملوا تابعوا الدراسه ديالهم ما كاينش. اذا ملي كتغلق 120 تلميذ وتلميذه في غنديهم المؤسسه اللي مهدده بالانهيار 11 سنه، هذا الامر غير معقول نظرا تتبع ديال الناس المسؤولين في عمليات البناء، والونتربرونور اللي تكلب بهذاك الامر كيتحمل المسؤوليه، زائد الناس اللي كيديروا التتبع للبنايه حتى هما كيتحملوا المسؤوليه. لا خصوصا البنايه ما يعني 11 عام راه ماشي شي، وهذا كيبقى راه هدر الملام، بمعنى هاد الناس اللي ارتكبوا هاد الجريمه خاصهم يتحاسبوا يتحملوا المسؤوليه ديالهم، لا من لونتربرونور اللي تكلف ولا الناس اللي كانوا كيديروا المراقبه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.